عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا عم الحاج، تصبح على خير. ايه خبر ايه؟ وفين اللبن الرايب اللي وعدتيني بيه امبارح؟ انا مستنيه من الصبح. معلش يا عم الحاج، تكب مني على السلم. فداك. ايه حد زعلك؟ لا، وهيزعلوني ليه؟ بس لازم امشي عشان امي نايمه واحده. براحتك يا بنتي، خلي مناع يوصلك. السلام عليكم. مع السلامة. قلي قلي يا كاملة. من عجلة ها؟ قلي انت يا حزينة، من عجلة مش قادرة. أنا مش قادرة. قلي عجلنا لوحدي. شبابنا راح خلاص يا منده. راح فين؟ اتكلمي عن نفسك. راح مطرح ما راح. ولا راح ولا حاجه. انتي بس اللي كتر الضحك مخليكي مش عارفه تقلي. ضحك ده مرار يا منده. اتصدقي كنت اقوم في النهار اخبز واغسل وفي الليل اسبح العيال، ولا كل ولا مل. ام المالك من على جنابنا خلاص يا حزينه. حاجة لما جيت عروسة مع محمد وشفتك قلت ايه القمر اللي كان متجوزها دي؟ زمان عاد ندى. ايه انت قلتي عليا قمر برضو؟ الصراحة انا ما كنتش طايقاكي، بس كنتي حلوة. طب ده انا اول ما شفتك اتلهيت، قلت ايه اللي انت جايبها دي يا محمد؟ طول بعرض زي النجا الحلوة. طب ده انت اول ما شفتيني رزعتي الباب في وشي. ليه؟ من غزي يا مندة، انا قلت دي لا يمكن حيسيبها محمد ابدا. ما هو سابها يا حبيبتي. ما هو ساب قبلك اللي احلى مني. احلى مني؟ مين اللي احلى مني دي؟ انا. انتي كاملة. قومي يا كاملة. قلي قلي ده انا لا يمكن اقلي. جيت يا بنتي، كنا هنشيعولك. خير يا مرت عم؟ ابدا يا بنتي، عايزينك تنجلي معانا دولاب الفضيه. عجزنا وبقينا محلولين، بس تجوى لازم اردها. وهتخافي على بنتنا اكتر مننا ولا ايه؟ بس تعالي يا بنتي، تعالي تعالي. هو فين يا مرت عم؟ اهو يا فرح. طب مش نفضيه الاول؟ فضيه، خلي بالك الحاجات اللي فيه غالية قوي. وما تجوزتيش ليه يا فرح؟ هتقعدي كده؟ بختي جربته خلاص يا مرت عمي. يعني لو عندك عيل تتكسري عليه ولا وارثة، هتقعدي من غير جواز على فقريه. وانا اشتكيت، هيعمل لي ايه الراجل يعني؟ غير تحكمات واوامر وخدمة وفقر فوق فقر. يا بنتي العمر ما يتضمنش. هديلك حتة عيل. وهي البت ما دام اتطلقت ودخلت بيوت مفيش فايدة، ما ينفعهاش جواز. ايه الكلام العادم ده يا مرت عم؟ عادم؟ أملحولك يا بنت زينب، انت خلاص اتعودتي على الفلتان. اقول لك ايه؟ انت مرة كبيرة ومش عاوزة اغلط فيكي. انت كمان عايزة تغلطي فيا يا بنت زينب ام عين ميتة. ولا نص كلمة تاني. لولا انك كنتي مرت راجل محترم كنت رديت عليكي. مالك يا منده بالبت؟ عملت لك ايه؟ انا ماشي. اقول لك عملت ايه؟ غفلتنا واحنا قاعدين وسرقتنا يا ست كامله. ايه؟ هي حصلت كمان السرقه؟ الحقوني الحقوني. ايه شرايين؟ إيه؟ الحقوني الحقوني. صلي خير الفجريه اللي فوق دي. الست فرحه بنت زينب العايقه سرقتني. الحقوني الست فرحه بنت زينب العايقه.
السيرك دي حرام عليك. ايه صوتك جاي باخر البلد في ايه؟ الحرامية بنت الحرامية جاية تسرقنا في بيتنا. الله يخرب بيت حسي فيها كاملة. ما فيش يا حاج، فرحة كانت هتساعدنا في البيت ومنتها قالت انها سرقت المشخلعة. مطلع المشخلعة من هدومها قدامك ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما شفتها. يا مبهتنا يا كذابة، دي اللي مأمنها على بنت بنتي بكرة تسرق البنت وتبيعها. وريني وريني هي دي المشخلعة بتاعتك يا منادة؟ أي حتى أسأل كم؟ صح مشخلعتها بس خدتها ميتها ما شفتش. خد يا بنت المشخلعة دي، انت خدمتينا كتير وببلاش، اعتبري المشخلعة دي ربع مكافأة من عمتك منادة عشان شايلة لها بنت بنتها. ايه يا حاج هتسرق وتهديها؟ اقطع الكلام. فرحة فرحة استني يا بنت. يا مرة يا بارتة، تفتكري تخيل عليا حركة بايخة زي دي؟ فرحة عتيجي عشان تقوى يا محلولين يا عجزة. المشخلعة دي سرقت كم مرة قبل كده؟ أفكرك؟ مرة سرقتها كاملة. أيوة صح، زمان اتهمتني فيها. أها، ومرة أمه كامل ومرة أمه مرعي الله يرحمها. حتى اختي توحيد زمان قلت عليها حراميه، ويعلم ربنا ان ايد فرحه انضف من قلبك يا منده. عارفه طلقتك ليه؟ عشان قلبك اسود ونفسك عتاكل فيك لحد ما تجيب اجلك، وعشان بتبص لدي ولدي، دي احلى مني، دي اغنى مني، دي اصغر مني، شهري بحاله يا منده، اطلع وانزل ما اشوفش وشك ولا صينيه واكل تجيني من عندك، مفهوم؟